صاحبكم في واحد الجولة صباحية بغابة الأمبيكا. نجيب لك شي واحد تيرا فيها أربعة خمسة ستة عمر نقول لك ثمانية تسعة عشرة هود هود واحد اثنين أربعة خمسة ستة طلع طلع ما أنا قايل لك فين داير طلع اطلع يا صاحبي اطلع الناس اللي غادي يجوا طلعتوا للفرق مستقبلا غادي يلقاو معكم مشكل، لان اول حاجه يعانيوا معكم في الحصص التدريبيه، لان راه عيب وعار اللاعب ما يكونش راه كتشوف لاعب برو وكيجي عندك ثلاث حصات اربعه في النهار جوج ثلاثه بعد منه كيدير تقدر انك يكون عنده الطاقه ديالو، يعني كتجاوب مع داك الشيء. نصحكم شويه الانسان عاوتاني يمشي دابا عاوتاني يدير شي شويه، واخا هذاك الشيء خفيف وكذا، ولكن باش يحاول يرجع بابا السكريات وهذا الشيء هذا اللي تحرقوا منه، باش ان شاء الله غادي تكون عندكم كلمه انتم ولاد البيت ديال العريس كامل اللي حاول اللي يدخلوا في هذه الاستحقاقات القادمه، يعني كتبانوا ان شاء الله عندكم الامكانيات وعندكم بابا. واحد الرغبه بابا. عندكم واحد الرغبه اللي بصراحه منقطعه النظير في هذا الاخر. المدينه بصراحه كتعاني من التكوين، ولكن الحمد لله بوجود هذه الجمعيات هذو الرياضيين في هذه المدينه هذه. انا ما كنتحدثش على الجمعيه ديالنا، ولكن كنتحدث على الجمعيات الرياضيه في المدينه. كيقدموا واحد الخدمه جليله للفرق ديال المدينه من ناحيه ياس، من ناحيه ديال التكوين والتاطير المستقبلي، وهذا ما كتصيبوش جل المدن، وهذا بشهاده ناس كبارين. يعني كيقول لك العريش راه من خيرات، يعني الجمعيات عندها من خيرات الجمعيات اللي التكوين ديالو من فوق سليم. طبعا كتخدم رغم يعني تصيب بعد المره ما تصيبش كلشي كتكون خدام وكلشي غادي يبغي، يعني ضروري انتقادات. ها حنا اللي كنبحثوا لكم انتقاد بناء، انا كنشد بيدكم وعلى جول الشباب ديال المدينه، ماشي غير عليكم انتم، كنقول ان شاء الله العريش لا خوف عليها مستقبلا، يعني بوجود هاد الوجوه هادي هاد الوليدات اللي غادي يكونوا ان شاء الله غادي تكون عطي كلمه ديال العريش. خاص غير الاهتمام من الفرق، وهادي كمناشده من هاد يعني هاد الحصه التدريبيه، هاد الفرق غادي تحاول تستقطب هاد الوليدات هادو، ما تخليهمش يداو، لان الجمعيه عندها واحد يعني واحد الشيء محدد، واحد الهدف انها توصل لهاد الوليدات تقدر تلعب بهم في تيان صافا توقف، ولكن ما خصناش يضيعوا. لا حاولنا دابا عدد الممارسين في العريش راه واقيلا يتجاوز 500، وماشي كلهم غادي، يعني كاين اللي في الدراسه كاين اللي في الكره، ولكن في الكره خاص الفرق يتعاونوا في هاد الشيء هذا، يحاولوا يخلقوا تاهما في تيان ويخلقوا شبان باش انتم تكون عندكم المكانه ديالكم. هادشي باش ما نطولش عليكم، ان شاء الله رانا من عندي هذا كنقولها، يعني لا خوف، راه لا خوف عليكم، عندكم مستقبل في كره القدم، حاولوا تزيدوا تطوروا راسكم، سمعوا يعني الاساتذه ديالكم وان شاء الله يكون على خير، وتحيه لكم. رغم كل
قطع الاشجار اللي كتعرف غابه الانبيكا والسكومبرو والزبال اللي كترمى فيها، لا زالت اشجار البينيا، لا زالت غابه الانبيكا تقاوم من اجل البقاء. هذا هو كان ملعب كبير مريئة لمدينة العرائش اللي كيجي ليه الكبير والصغير. كل كيجي كيلعب نشط، كي نشط وزول الرياضة ديالهم، جميع أنواع الرياضة كتزاول داخل هاد الغابة. كما كنقول لكم ها هو داكشي ديال الردمة، سكومبرو كما كتسمى، والأزبال جانب الطريق. كيتزاول جميع الرياضات هنايا في هاد الغابة هادي، كتزاول كرة القدم.